السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع من المدينة المنورة، تحديدا من النور مول مع براند أحمد للعطور. خلوكم معانا ببراند جمع ما بين الجودة وما بين السعر، 20 سنة خبرة، طلعوا لكم ال20 سنة بمنتجات جدا جميلة جدا فخمة، ثبات جودة فخامة. أقل شيء مش من أقل من 10 أشخاص في المناسبة يسألوك إيش اسم العطر واسألون عن الكلمة. لكل شخص مهتم بالبخور يجي يشوف أدق التفاصيل. ناس اشتغلوا 40 سنة على منتجهم، اليوم أسوي لكم بأكثر من منتج. أنا بالنسبة لي اخترت راعي البيت وأنا أسميه ضيف البيت الفخم، اخترت سبات. طبعا ريحة الخشب اللي الناس تتضرر منه اليوم في عالم العود هذا مش موجود. حط الكسرة في المجلس ويجلس جنبها بثقة، قول أنا اللي حطيتها لأنك أنت أساسا فخم. فهذه المنتجين اختاروها بعناية واهتموا بتفاصيلها. خلوكم معايا. طبعا بتكلم اليوم عن راعي البيت. أقرب هنا يا مصورنا. طبعا شكل العبوة بالشكل هذا بتيجي طبعا 10 شرايح فيك، انك انت حسب الصالون اللي عندك، الصالون عندك كبير الصالون صغير قسمها. طبعا الوحدة بتيجي بالشكل هذا، ممكن انك تكسرها لاثنين وممكن تخليها الى 4 اجزاء. ما شاء الله تبارك الله، ثبات جودة ريحة فخمة ما شاء الله، وسعر جدا مناسب. السعر طبعا 69 ريال. وانتهينا من قسم البخور وجينا لقسم العطور الأكثر مبيعاً في الشركة. طبعاً الشركة لها 40 سنة في المجال حق العطور، 120 فرع على مستوى الخليج، 4 فروع على مستوى السعودية، وفي مجموعة مختارة طبعاً الأكثر مبيعاً في الشركة. طبعاً جمعين ما بين الجودة وما بين السعر. طبعاً تتكلم عن 144، تتكلم عن 144 كذلك عود وروز فخم جدا. طبعا هذا طبعا عود هادي جدا، هذا طبعا نسائي فخم جدا، وازيد عليه عطر باني شيء فخم، شيء يميزك. اذا اقل مو من 10 سألوك في المناسبة وش العطر هذا حاسبني واكتب لي طبعا في التعليقات، جميل وفخم جدا. من العطور الأكثر مبيعاً إلى العطور اللي أنا اخترتها، 1 2 3. طبعاً العطر الأول مكوناته ورد جميل جداً فخم نسائي رجالي جميل جداً، سعره طبعاً 58. عطر رجالي فخم جداً 75، ثبات جودة. عطر ما بين المسك وما بين العود، تركيز جدا عالي. انا بالنسبه لي والله اخذت 10، انا بالنسبه لي كهدايا، وانا انصح طبعا بهالعطر الفخم مع معطرات المفارش. طبعا ما عندهم 5 روائح متنوعه من 35 الى 46، هذه 5 اشكال. في عندك الكريمات كلها بروائح مختلفه برضو كذلك 4، جدا جميلة بأسعار طبعا جدا منافسة للسوق. طبعا في بوكسات الهدايا، في هالبوكس ب 115، في هذا البوكس الجميل ب 75. طبعا البوكس هذا فيه يتكون من زيت نفس الريحة، عطر طبعا جميل جدا، وعطر وكريم كلها نفس الريحة. وفي البوكس الثاني طبعا ما بين عطر وما بين كريم. في الختام راح تلقوا رابط متجرهم الإلكتروني، كذلك الكوبون اللي راح يخصم لك يا عن طريق الفرع يا عن طريق موقعهم الإلكتروني 10% للمتابعين حسن بريك، كذلك روابط حساباتهم الشخصية في الوصف. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم جولتنا في النور مول. يا حمام الشوق
سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حمام الشوق وانتي وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية طيبة تداوي 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 يا منايا وفكري وروحي نظرة فيكي تشفي جروحي زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقد نية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية رحلتنا لهذا اليوم في تغطية النور مول وأهم المرافق التي فيه. أنا أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ولا تنسوا اللايك والاشتراك. شكرا.